الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش، علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتوه وبخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة بنهاية. تعجبني، يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. سليم البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله، دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية، طب خش يا سيدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايدة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحة. اتفضل اتفضل استريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كورن فليكس. حاجه ساعة، اي حاجه. حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ ده مؤاخذة، انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل لاخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتش. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تضغطيش بال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تزهرتيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. ولا احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب ولا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. تجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه، بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سا 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 سا
سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها، احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه، مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد. انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز ادوكوا بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك. انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايده. عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده، عايده، وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. الله.
نجيب واحدة يا سيدي. خليهم اتنين. مكان جميل بس حر شوية مش كده؟ حر ولا برد انا مالي؟ لو كان قالوا لك ان انا مصلحة الأرصاد الجوية. حلو اوي. ايه دي اللي حلو؟ النكتة اللي انت قلتها. انا ما قلتش نكتة. انت ايه متضايق شوية ولا متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي ما تسيبني في حالي. ما تجيب يا سيدي. ندردش شوية مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولا كليل. الانطلاق خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد بطرز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد بطرز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟
ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال مش عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. $150,000 مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار إلهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو $150,000 بالتمام والكمال، والمقابل، المقابل تمضي التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عامل لي مش عارف تقرا. فاستهل. إلا ما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي، تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا، وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب مبسوط احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. ده امضي. ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا لا لا، ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا، لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا، في حل تاني. ايه هو؟ اقولك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني،
أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره اللي إذا خنتلي. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمر لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. نيسان ديزل من محمد بطرز. أقوى المحركات، حمولات متعددة، أكبر مخزون لقطع الغيار، وأحدث ورش للصيانة تحت إشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد بطرز. الجماعة دول محرجين عليهم إنهم يرمشوا، بس أنا هعرف أخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دولمية وخمسين الف جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار إلهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله، المبلغ اهو
150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تمضي التقرير ده. أنا مجهز لك كل حاجة. اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستهل. إلا ما أنت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. أنت مالك بقى؟ طب أنا لما أقدم التقرير ده للإدارة بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ أهو على الأقل هتسكتهم عني شهور ولا سنة. وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفيران. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. عمدي فين؟ هنا اهو. طب مبسوط احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. ده امضى دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضة الحكومة؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني اقر واعترف اني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوه. طب وليه كده؟ اضمن حقي. انما ما تخافش انا مش حظهره اللي اذا خنتلي. ما بلاش. ده شرطي الاساسي. أمر لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الله
الامن وحياته. السجاير وحياة ابوك. السجاير ايه؟ اي سجاير. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياة ابوك؟ فيها ايه؟ فيها فان الله. تشكر يا اخوي. انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه ونعيش نعيش عادي. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي انني لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعه عمري. انا زه. هو كده اضحك يا شيخة، منعول قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. مين يا عايدة؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انت مش كنت هنكتب الكتاب ونعمل الفرح انت يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجة، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنزدكم دلوقتي، هخلص شوية متعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايدة. ظبط واحد مسطول على الناصيه بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفه بس عاوزه توضيح. توضيح بعدين. واحد. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده اللي تورينوا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن علي. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره كالكوداء الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز، اطهره ما تخلوش غيبه عن عينك، جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانيه، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانيه هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسيبه وانا اللي هقطره. يكون في علمكم، الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا.
لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. يا مسقف أنت على نعمة تخسر فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة. لازم تحضر لنا واحد تاني لأن المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريه بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بقى بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا. تيجي انت تاخده مننا شفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرت موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ انا هقول لك كل حاجه سعادة البيت. انا عايز فرح يا عمي. عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف دي؟ ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفه. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرشيت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعادة بيه لاكون ما سألت الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس إيه؟ لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. اهلا يا سعادة البيت. اهلا اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل.
لا انا استنى هنا. اهلا يا بيت. اهلا بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكا فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلبه الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك هتطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عم يا بندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه؟ مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحيه. مين دول يا حسنين؟ في الصباحيه هقول لك انا. سيبوا يا ابراهيم دلوقتي.
قوي قوي قوي، ما يهمناش اي حاجه يعني مهما. مين دول يا حسنين؟ في الصباحيه هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتقطع. انا مش قايم تاني بقى. انا الحمد لله النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. يا الدنيا هتطير، مستعجل ليه؟ في العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بانه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي. وادي تعريفي. وادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهى؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. انت واحد يا حي. انت واحد. انت واحد. انت واحد. انت واحد. انت واحد. منك لله يابا طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. انت واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطا. طنطا واحد. ريه واحد. اثنين نفس ناحيه. قول يا حضرتك ممكن تستقر لي العلوان دي؟ هلا ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ اثنين نفس ناحيه. منصوره اثنين. صوفيا. صوفيا القشطه. طب عندي الشفه. صوفيا صوفيا. طب عندي الشركه اشرب. اديني واحد من ده وواحد ابوه. صوفيا. ايه صوفيا؟ صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. صوفيا جميله جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبيل؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال 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 المسهرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فضيلك. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور. ما نجيلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرالي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده مامي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعرة. ايوه المسعرة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو.
تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي اسمك؟ ما يهمش. لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلدي. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي؟ مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي، خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفة؟ دي الكوباية 8-10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شوية المال البيضة دول مع 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس. فتحش وسطك. محدش يدفع أكتر من ثلاثة تعريف. أمر لله. أنهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب إيه؟ باب إيه؟ ده كان لسه على طرطوفة لسانه دلوقتي. باب ايه يا برتوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هم الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه، هي باب اللوق دي. عليك نور. طب يا اخو قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك. يلا يلا بينا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برتوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل. بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح تهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بارك انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي. فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا نفس زقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيشي تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال. انت فاكر نفسك ايه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاج، معلش
الواد جديد لسه مولة الناس يا ابوي، ما الحرام ولا ايه؟ طول بالك، مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد بايدك خد، قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين انا مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهوين مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا، هتروق علينا كمان يا ولية. يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ، قوم يا بغل. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همة وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يا علي، يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المورة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني. اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرونجي. اجري. حاضر. كانت دقفة نيتك وانت زي البغل كده، كانت حش وسطك. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله، قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايز نوم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه. حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافية. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة أم حسن. ما قلت لك. قال لك أنت مالك لازق فيها كده ليه؟ وأنت مالك أنت يا أخي؟ كانت مين
على ودانك يا مرخالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام يا اخي؟ باللي يقولك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا يا اخي وانت مالك لحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتا. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تقرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك، هو بنقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ابو حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحمه على شاي ابو حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي يا بني ادم؟ روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو خالد. لا اسمه شاي ابو حسن. طالما انت عارف تسالني ايه. حاضر. يلا انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول أخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه اول حي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوبة خيمة؟ انا مش هتخيم. ايه اللي عايز يتخيم يتخمد هو. عايزه تتخيم دي يا مرات خالي؟ انا اتخيم. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام. Hey!
اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حق. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما فهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. بره. اديني تاكل احسن. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار، مطلع ما يقص واحد. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف على الشغلانه ده. انت بترفق في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مراد خال، الله يسامحك. تقولي على نعمه ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اخت زي. هتنفخر بيا اخي اللي اتخرج. ولح شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. بابا. عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت تهزني من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مراد خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعات على نار. انا بقول لك اهو، قوم فيز انت اهو. قوم يا خال انت كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر. قوطه قوطه يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده، ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجاني. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو معانا يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت، او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟
ام احمر صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بتمن يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الداهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ يا خال. مفيش يا خال، اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. هو في حد ما يخافش من مراته؟ اتفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات ياسين انت ما صدق. الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى. دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي، راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا القوانطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. جاب الناس الشروكه بقى، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتقهر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس، اوعى تهدي. طب
اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. هتيجي تاكل احسن ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. موضع ما يقص صاحبه. يعني جاري في غش الناس ومعاك ست الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حينفع في الشغلانه ده. انت بتلفق في ايه هتروح؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اختي زيي. هتنفخر بيا يا اخي النفخرة. وراح شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا. عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجروا له العربيه. يجروا له العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه. خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجاني. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتنفذ من هنا. قوم. قومي كخاب. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مرات خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعه قاعد على نار. انا بقول لكم اهو قوم فيز انت اهو. قوم يا خال انت كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طب خلينا احنا النهارده. ما تاخدوا محشي معاها يرم العرض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربيه ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى. ايه اللي اخره؟ نومه حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار
كلام صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا حورك في شدة داهية. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت، هو هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني، احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمة العيش هنا صعبة، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده بيخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه، خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجرة يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا اخينا. ادفع الاجرة يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى دفعت الاجرة مضاعف. قال لا انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصحبطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي ما تتناشى الشروق ابدا. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده المية انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. قال هو بيشتهي بيت ربنا؟ قال لي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا لا يا ابويا بلاش. ليه؟ فاكر هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يا
يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانة. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا في استريحتك. خليل يا حمار الغبي الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذ الحلزوني واروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا وادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هنديلك رصاص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. ادي اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه رون بعدين، عارف مرقه رون؟ اسمع كلامي، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بقالهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي، الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي، هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جدع انت هو. اهلا سي 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 جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقه؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا غيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده. انت انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم،
عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعالي لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم؟ جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايزك تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس.
الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، كبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. يجي منه تمام، مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشط. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي،
يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة اصل ال السي سي 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 سين ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا بنستريح. مؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتك. أنتكي؟ أنتكت إيه؟ غزق عين هيأكله الشهد. غزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا إيه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم. حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. أنا حزور الست أم هاشم وسيدنا الحسين وأتكل على الله أخذوا الحلزوني وأروح بلدنا. تروح؟ إيوه هروح. تروح؟ أصل أنا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش أنا مش عايز شهادات. هذا هو دخول الحمام زي خروجه هلا. يا عم ده احنا هندي لك لصنص مرة واحدة. يا سيدي أنا مش عايز، أنا فرحان إنني جاهل، أنا مش عايز شهادات. هادي اسمع كلامي هلا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرق رون بعدين، عارف مرق رون؟ اسمع كلام محدش يعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجل؟ هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم. انا عايز رجلي. الحقيني ياما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، راحت المراكز. هو انا عيال هنا علاها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش، ايه يا سيد هاموش؟ خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده. انت انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم،
عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال هناك. تعالى لي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق، يا حشني الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك، قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اقرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايب تغني؟ انا لو عاوز شحاتي يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايزك تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اسماء العمل. بوس
الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا يا تفهمني ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سوكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت ماني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مديها لي دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. هدي كفت. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوت قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5
ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه. من فضلك يا انسة، عايزين الحساب من غير منادة. طب مش كنتوا تقولولي؟ هنقولك ايه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادلي انت؟ 7 جنيه وعشرين قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جدعين، لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهدي الزباين ولا بلاش. تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز عائل مواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوسك. يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علوالي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل. انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جاء واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الترع للعمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا سحسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة. ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغة.
يا ربنا يكرمك يا ربنا يخليكم يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرت من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها ده قد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. يظني ان ده موسم موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صح الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه؟ سرمة، اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباد؟ سرمة. ايه؟ سرمة. هسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب طيب، ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك؟ ايه هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب. اسمع ايه؟ اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب.
ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. خش تعالوا فرحين بدكم خيمة ما كده طلعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخلص يا غبي. غريبة محدش ما بيهدك. ما تقولش وقت ما تيجي تاخد لك كلامين. مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطيني الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك؟ امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. Thank you.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت؟ وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار؟ الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ أوه. عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامة اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. الافراج وصل يا معنانا. خش تعالوا فالحين عندكم خيمه ما كده طلعوا كلكم. قالك وش تتكلم يا سهموش انت؟ الله اخلص انا ما تكلمش المعنانه بالطريقه دي. انت اللي تخلص يا غبي. غريبه ما حدش من ايدك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك كلامين. مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تمام مكان برضه. ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ لشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف انه حرامي. لكن احنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه؟ هتلهب؟ التلت ده يا غبي تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس. أنا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي. وإنني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوه. شمو؟ شمو؟ أنا
السلام امانه يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش بالدرجات، يعني مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سيزيف؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت فينا بقى؟ العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 سو
كل. اهلا اهلا ولا اهلا ولا سهلا، انت خليت فيها اهلانات. قال ايه بس فيه ايه؟ لا ما اذا كنت هتعمل لي قمعه. لا 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 ده احنا قمع برضه. قال ايه معي والاس ايه؟ مالك واخدالي على بشمي كده؟ هو انا عملت حاجه؟ ايه اللي عملت حاجه؟ ايه وعملت حاجه؟ رحت وقلت عدولي وانا يوماتي على الله جايه رايحه على هنا لما لضتني. اوعى تكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني انا بشتغل مستثمر. اجنبي؟ ده منظر واحد اجنبي؟ اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. اه يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا 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 شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده، مستثمرين بقى واكلنا والعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه لا انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه انت مش حاجه بقى شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. الهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. الهي ربنا يكرمكم. الهي ربنا يخليك. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا سته؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبون لما يديلك. وانت هتدق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا. امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. الله دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم. يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني
مش عاوز معه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. ملفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهارده. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقول لك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين حيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بقال لك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب 6 زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غنوه البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة، فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ هو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟
انا الحمد لله بكسب احسن من بتوع الجامعه. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسالوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده. ليه لا، مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر متر والانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لبابا. اه يا لهيمه طلع مش اعمى، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يقدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتوه. وما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي، مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا، اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيه. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كورن فليكس. حاجه ساعة اي حاجه. حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشره. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ ده مؤاخذه، انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عمي يعني ايش بره وايش جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش يا عمي. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عمي؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك السيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك.
طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله انت ما صدقت. تخطيش لبال مجروحين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تزغرطيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس.